مريت ابو سليمان، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده عن مكنه سروبه، خياطه وزجزاج وتطريز وعراوي واوفر وتركيب زرار، فيها فرماتوره. مكنه جايه من الشركه، ماتورها الاصلي ودواستها وبياناتها. تايواني اهي، شايفين المكنه؟ المكنة دي ضمان 3 سنين ومعمول عليها خصم كويس جدا الجمهور بتاع ابو سليمان. احنا مكاننا معروف في الرواعي، وانا بسيب لكم دايما رقم الواتس. المكنة دي تخيط معاكو جينز، ولو في جلد كمان تخيطه. مكنة اوتوماتيك مش مانوال. وخلي بالكم في حاجة اقول لكم عليها مهمة جدا، المكنة دي مكوك معدن مش مكوك بلاستيك، لان في مكن دلوقتي معظمه جديد بيبقى مكوك بلاستيك. طبعا دي حاجات انا اتكلمت فيها قبل كده في فيديوهات سابقه، ان يا جماعه المكوك البلاستيك مش بيستحمل الجينز. احنا القطعه دي بتطلع المكوك ورا القطعه دي مكوك معدن. طبعا اهل الصعيد بيحبوا الحاجات دي قوي، لان المكنه دي اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك يا ابو سليمان؟ يعني احنا لو عايزين مثلا خياطه مكتوب هنا ايه حرف الاي، بنجيب بس الاي ده عند النقطه دي بالمؤشر كده بيتحرك، يبقى اي حاجه احنا عايزينها بالمؤشر. يعني مثلا بصوا العربيه اوتوماتيك بي كيو ار، هنجيب بي كيو ار هتعمل عروه اوتوماتيك. خياطه الجلد اهي شايفين، تخيط باتنين ابره جنب بعض مكانها، يعني ما شاء الله. اسمها سروبا موديل اتش اس ام 2212. تشتغل كمان كل انواع الاقمشه، تركب لها ابر من اول مقاس 11 12 14 16 18. واحنا طبعا زي ما قلت لكم مكاننا معروف في 14 شارع الرواية. الواتس بتاعي موجود اهو، اللي عايز المكنة يكلمني على الواتس، وهي موجودة لكل حبايبنا وكل جمهورنا. شايفين يا جماعة الحالة؟ بسم الله ما شاء الله. مش هطول عليكم، انا كنت عايز اجربها لكم بس يعني خليها مفاجأة اللي هياخدها وصاحب النصيب. وحالة المكنة هي قدامنا، ما ننساش يا جماعة اللضمة اوتوماتيك، عراوي اوتوماتيك، الزرار بيركب اوتوماتيك، السوستة تركيب سوستة اوتوماتيك. كل حاجة في المكنة، ما فيهاش اي حاجة مانوال، ومكنة بدون خربوش واحد. استني بقى كل رسائلكم على الواتس، استنوا الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.